السلام عليكم حبيبتي الصيادين. اليوم هذا الفيديو خصصته لكم على صيد سمكة الصار. هذا السمكة تاع الصار راكم تعرفوها وراهي معروفة، والحمد لله يا ربي عندها حاجة مليحة، يعني متوفرة بكثرة في بلادنا وحتى في أي دول. يعني إنسان يلبس الماسك تاعه ويدخل للبحر راح يشوف أول حاجة يشوفها راح يشوف هذا السمكة تاع الصار، يعني في الشط، ولا يصيب هذا السمكة يصيبها في الحجم الصغير يعني بيبي، وكي يبدا يزيد شويه في عمق ومن يصيب شويه الكبار. يعني هي هذه السمكه واش فيها مليحه؟ هي انها كاين منها بزاف. واش ماشي مليحه؟ يعني هي عنيده وحيليه بزاف وتخاف وما تدخلش في الجحور، يعني دائما تحب تسرح برا بزاف، وكي تشوفك ولا تهرب، يعني ما تدخلش في الجحر تاعها، ما تدخلش في الغيران ولا يسمى قليل وين تدخل. ولكن اذا صدتها في الغار يعني راح تسهل لك المهمه. اذا كان عندك شويه تاع النفس يعني تقدر تهبط للغار هذاك وتطلع عليها، دير بلاطورش وتصيدها. فيها النوع هذايا، هذا اسمه الصار طنبور. هذا النوع يجي كيما حبه تاع الصار بيضاء وفيها الخطوط مارون يعني بنيين. راك تشوف كيفاه جايك شغل المحبسيه. هذا السمكة ثانيك شوية قليلة على الصار اللي وريته لكم، الصار ميزو بوينتو ولا الصار كومان، هما كاين في الحقيقة بزاف الصار. كيفاش نصيدوها؟ شوف هنا هذه الحالة، هذا الصياد راه شاف حبة لتحت، بون هذه ممكن ماشي حبة صار، وراه نزل ليها مباشرة. هذه هي والخطأ الفادح، يعني الحوت أي حوتة صار ولا تروح تصيدها تيري عليها من الفوق، يعني أعرف باللي 90% ما راحش تقيسها، والحوت ما يحملش تهبط ليه من الفوق يخاف. الطريقة الصحيحة لازم تايا تهبط عند حتى القاع البحر وتتمدد وتكسر الفيزي تاعك وتيري عليها في غرضك، يعني هي هنا ما تخافش لخاطر تكون نتايا نفس مع النيفو تاعها، راك في القاع تاعها. الا كنت الا هبط لها من الفوق تخاف هي وراح ما تخليكش. وهي هاي كيفاش تعوم، هنا كيما راهي يدي تعوم، انت كيفاش تصوب؟ غير تشوفها رايحه الدور، الدورة هذه قبل ما تدور انت تبعث السهم تاعك باش تقيسها. الغيران اللي حبهم الصار هاملي كيفاش دايرين، هاملي شوف مثلا هنايا هذا الغار يعيط، هنا يعيط لك يقول لك روح طل. هو يكون شويه ضيق في الدخله تاعو، والداخل يكون واسع ويكون مظلام، انت ما تنزلش عليه كيما هنايا باسكو هذا نزل مقابله، هو الصار راح يخاف هكذاك. انت تنزل له في الجنب وتطلع عليه بالجنب ودير له لاطورش كي توصل عنده باش تطلع عليه. هذيك هي الطريقه تاع اللي تنزل عليه كيما حنا نقولوا لا شاساترو باش تصيد الصار الكبير. ويك هضرنا هذاك النار، اذا صبت غار تاع الصار فيه بزاف لداخل حبات صار، من الاحسن ما تفرغوش، تيري حبه زوج ثلاثه وخلي واحد زوج ثلاثه لداخل. هاملك هنا ثاني الجحور اللي حبهم الصار يكونوا بين الحجر، بين وين الضيق، وين حجره صغيره، وين هنا يدخل الحوت. وهذا ماشي المسكن تاعو هنا، يعني كي يكون خايف ولا يلجا لهذا الجحور هذوما، يعني ماهوش راح يسكن فيهم على الابد كما الميرو ولا كما الميستال ولا، هو هذوما يستعملهم غير اللي باش يتخبى فيهم، ولا كي يكون مثلا التيار يكون شباب يجيب في البلانكتون يروح يدخل في هذوك الغيران. هذا الحوت الكبير يدخل في الغيران ويقابل الكوره ويقابل التيار، وراه قاعد ياكل في البلانكتون هذاك وياكل في الحوت اللي يكون جاي. هذه هي طريقه تاع الصار كيفاش يتخبى. والملاجئ تاعو ثاني وين يكونوا لي زالغ، ويكونوا حجر كبار كيما هذوما يروح يتخبى فيهم، منها كيما يصيد الحوت ومنها كاش التيار ولا راه مريح الماكل داخل، ولا كان الماكله ولا تصيبو يدور غير هكذا، تصيبو يدور على برا بزاف. وهي طريقه تاع الصيد تاعو، يسمى تتغابرو كي يكون في الغار. هو يحب هذا الغير، يعني هو يصوطي من الغار للغار يشوف الصياد، يتخبى في الغار يزيد يبعد الغار، ما يبقاش في هذاك الغار تاعو بالضبط، يعني يبقى يدور. الصار هذا هو، يعني الصار الصغير ساهل شويه، الصار الكبير تصيدو في الغيران تاعو. ونورمالمون هذه هي الطريقه تاعو اللي نوريكم فيها. نخليكم تزيدوا تشوفوا هنا الوسمهم، هنا المقاطع تاع المساكن وين يسكن فيهم الصار، والطرق تاع اللي كيفاش تيري عليه الصياد هنايا. وما ماشي حاجه يعني واعره بزاف، لازم لكم باش تصيدوا في هذا الغير لازم يكون عندكم ثاني كتم النفس،
لازم تكتب من النفس تاعك باش تحوس في كاع الغيران اللي يتخبى فيهم، وانت تخير الغار يعني ولهبط كاع الغيران هذوك ما راحش يحيك فيك النفس تاعي باش ما كتب ما هنا يدور في البلايص وين ماشي غامقين بزاف ما فشطوا لا يقدر يتخبى ثاني فيهم الصار اذا صاب الماكل.